ايوه رامي، لو حياة ابوك انا مش ناقصك يا راجل. في حد يخرج مع مراته يبقى مبسوط؟ خلاص هما كام يوم نقضيهم ونخلص، ارجع الشغل. سلام. عايز ايه؟ شاي. لا دي عندك، هاتي. اتفضل كده برضه. هشام احرجتها. خليك في نفسك انت، والله اشرب شاي. فك بقى، حد يبقى خارج مع مراته ويفك؟ مين يخدم علينا يا فالح؟ بقول لك ايه؟ خليهم يشتغلوا بلقمتهم. عارف يا هشام؟ معايا صطف، لو شربت منه سجارة هتطلع الجبل ده ترقص ملط. قشطة. وإيه اللي خلاهم يركبوا العربية من غيرهم؟ حورية، هاتي الحشيش اللي معاك. ما جبتوش في علبتك وتشينا في شنطتك في البيت. ما هو ما ينفعش يوم زي ده من غير استيميشن، فرجعوا البيت عشان يجيبوها. ايه العجنانة دي بقى؟ يوه. لا لا لا، بقولك ايه، وحياة ابوك مش عايزين نرفزة ونكد. ادي مفتاح البيت، روح هات الستاف بتاعك. يا سلام، وانا اتكيف لوحدي؟ حد يجي معايا. يوسف. ايه؟ انا نسيت الدواء بتاعك. سوري عشان معلش، هتضطر تروح معاهم، مش لاقي موبايلي وعايزه اتكلم كرمه اطمن عليها. هو انت دايما كده مش مركزه؟ مضيعه حاجتك. يلا يلا. استنى يا هشام. اه لقيتيه؟ لا ما لقيتوش. اتفضل. يلا مجرد النوم بعد شوية العربية انفجرت. انفجرت. أنا السبب، أنا السبب. يا ريتني ما كنت نسيت الكوتشينة. عمري بسمع على الحاجات دي في الأخبار، عمري ما تخيلت إن أنا ممكن أشوفها بجد. صوت الانفجار لسه في وداني، منظر بشع مش بيفارق عينيا. كل حاجة انتهت في لحظة، شفت العربية بتتفتت 100 حتة، منظر رهيب عمري ما أقدر أنساه طول ما أنا عايشة.